لو انت معاك فلاشة وعايز توصلها بالشاشة، ازاي تنسخ القنوات اللي انت تعبت فيها وكتبتها عليها فلاشة؟ ده بيتم ازاي؟ هتدوس على الاعدادات في ريموت كنترول، بعد كده علامة التفس اللي موجودة فوق تضغط عليها، هتقف على كلمة عام وتحود يمين وتختار القنوات. هيظهر لك بعد كده 3 اختيارات، هتختار نسخ القنوات. هتوصل الفلاشة في الشاشة عشان خاطر كل الايقونات دي تكون نشطة، وبعد كده هتختار من التلفاز الى تخزين USB. هتمسك الفلاشة وتحطها في اي شاشة تانية تكون نفس الموديل، وتختار بعد كده من USB الى التلفاز عشان خاطر كل القنوات اللي موجودة هنا تتضاف على اي شاشة تانية. لو عندك اسئلة بخصوص شاشة LG، شاشة سامسونج، شاشة شارب، الريسيفر، الدش، الراوتر وبرامج الهاتف، اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. هسيب لك دلوقتي في شاشة النهاية قائمة اديني الزتونة، خش اتفرج عليها وصدقني هتستفيد جدا. كان معكم مجدي عبد الغفار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.